طيب يعني عايز اروح مع حضرتك لجزء. حضرتك فصلت بطوله افريقيا عن بطوله الدوري وقلت لي المستويات مختلفه جدا، ولازم نفصل. طيب المباراه الاولى امام النجم الساحلي، الاهلي خسرها بفعل فاعل، اعتقد ان حضرتك تتفق معايا في هذه النقطه، لكن هل فوز النادي الاهلي على الهلال السوداني هل هي انطلاقه الاهلي الحقيقيه في بطوله دوري ابطال افريقيا والبحث عن البطوله رقم 9، ولا حضرتك لسه مستر فايلر ما لقاش الانطلاقه الجيده اللي يقدر ان هو من خلالها ينقض على البطوله؟ شوف، التاهل من المجموعه والتاهل ان شاء الله بترتيب مميز، وهو يعني ان شاء الله اول المجموعه دي هتبقى الانطلاقه. اول المجموعه الافريقيه والتاهل ده بالنسبه لمستر فايلر الانطلاقه، دي هتبقى الانطلاقه. ليه بقى؟ لان طبعا الاول بقى ليه مميزات كتيره جدا كمان في المباريات المقبله، فضلا عن كده انك انت محتاج تاخد ثقه اكتر قدام النجم، وطبعا بعد مباراتين بلاتينيوم، علشان المباراه الاخيره برضو هتبقى مع الهلال في الهلال، وملعب الهلال ملعب صعب، ملعب الهلال ملعب صعب طبعا. فبالتالي المباريات وجود الكابتن حماده ايضا كمان ان هو عارف مظبوط يعني منافس الاهلي، وعارف مدرب رائع جدا طبعًا. ومكسب للهلال، والهلال بيني وبينك في مباراه يعني القاهره ما ظهرش بالهلال اللي معروف عنه، رغم انه احرز هدف في اخر المباراه، والاهلي اضعف المباراه كتير جدا، لكن مش هو ده الهلال. الهلال عنده كره احسن من كده، كمان الهلال على ملعبه مختلف تماما عن المشهد اللي احنا شفناه، وبالتالي مباراتي بلاتينيوم لا بديل عن المكسب للنادي الاهلي في المباراتين، ثم مباراه النجم النادي الاهلي يستطيع ان شاء الله انه يكسب بشكل جيد. وكل مباراه لازم نراعي ان ليها ظروفها، كل مباراه ليها ظروفها، بيبقى ناقصك مين، بيبقى داخل معاك مين، المنافس اللي قدامك جاي كامل ولا ناقص عدد من اللعيبه. شفنا احنا النجم اللي هو المنافس الحقيقي معاك في المجموعه على ملعبه ما اتكسفش، بيلعب زوم ديفنس مقفل خالص، كان بيحاول يلعب على واحده جت معاه واحده الحكم ساعده فيها، ولكن في الاخر نتيجه المباراه خرجت بالشكل اللي ما مشيتش عليه، لكن خلاص يعني انت خلاص اتحسبت لك، انت فقدت النقاط الثلاثه، فعشان كده لازم تعوض. يبقى مباراتين بلاتينيوم اللي جايين دول مهمين جدا، ثم بعدها مباراه النجم، علشان المباراه الاخيره لازم تكون حسمت التاهل. ممكن تبقى بتدور على المركز ده اللي احنا بنتكلم فيه، انما ان شاء الله تكون حسمت التاهل، ويا سلام كمان لما تبقى بتتاهل مركز اول، دي بتبقى انطلاقه، وجهه نظر هتكون انطلاقتك في البطوله. الابتعاد في الصداره في بطوله الدوري الممتاز، هل ده شويه بيخلي مستر فايلر عينه على المركز الاول في بطوله افريقيا، وانه مش خايف على بطوله الدوري، ومش خايف على فرق النقاط ما بينه وما بين اقرب المنافسين ايا كان مين هو؟ لما بقول لك لازم نفصل يا عمر، ببقى واخد من فكر الجهاز الفني في النادي الاهلي، فاصلين تماما بين المسابقه المحليه وبين العلامه الكامله وتحقيق جاب كبير مع اقرب المنافسين ومع المنافسين في الدوري، ومنطلق بالعلامه الكامله، بس في نفس الوقت العلامه دي مش خادعه لمستر فايلر، لانه مازال عنده نقص في الفريق، مازال عنده بعض اللعيبه اللي عندها اصابات، لكنه ده بيديله برضه انه يركز بشكل كبير في البطوله الافريقيه. التركيز في البطوله الافريقيه تركيز مهم جدا، والتركيز ده بالذات لما بتقابل مشاكل، يعني انا نفسي بتخوف لما تبقى انت الفرقه اللي رايح تلعبها السهل الممتنع اللي هي بلاتينيوم، الفرق اللي هي اللعيب انا ببقى قلقان من اي فرقه بتلعبها وانت حاسس انك انت داخل تكسب. بص، القصه دي مش موجوده عند لعيبه الاهلي ولا موجوده عند الجهاز الفني اللي في النادي الاهلي، بيجهزوا على ان المباراه اللي انت نازل تلعبها مباراه منفصله تماما، ما بيفكروش حتى في الماتشين رايح وجاي، بيفكر في الماتش اللي قدامه. ودايما الاهلي سواء كان مع فايلر او غير فايلر بيتعامل بشكل واحد يا عمر، بالشكل بتاع دلوقتي انا عندي ايه دلوقتي. حتى ساعات بنبقى موجودين في سفريه مع النادي الاهلي وفي بطوله واحتفاليه وبتاع، تلاقي مدير الكره ايا كان، وغالبا بيبقى الفتره فاتت كابتن سيد، بيخش يقول يا جماعه هو تصريح ثابت كده سجله عليا، يطلع يقول قفلنا الصفحه وعندنا صفحه جديده، ده انت لسه واخد بطوله، خلاص فرحنا في الملعب، خرجنا قفلنا خلاص لغايه ما الفرحه تكمل. وبالتالي ده فكر الجهاز الفني الموجود، وفكر اللعيبه كمان اللي موجوده في النادي الاهلي، ان مباراه بلاتينيوم هي الاهم، مباراه السبت دي الى ان يتم التركيز في المباراه الخارجيه.